الو، ايوه يا تحويله، يا تحويله، ايوه يا تحويله، هنا سجن المركز العديم، اديني الشاوشمتر في السجن الجديد. استرها معانا يا كريم يا رب. الو الو، ايوه يا شاوشمتر، انا شاوش مزنوق، انا شاوش مرزوق. ايوه مرزوق، اسمع يا مطر، وحياة والدك تسلك ودانك معايا وحاول تسمعني كويس. من شويه جات لنا اشاره بتقول ان في مفتش من مصلحه المجاري هيوصل النهارده، من مصلحه السجون هيوصل النهارده. ايوه، علشان يفتش على المواسير، على اللومان، على اللومان. اسمع يا مطر، وحياه ابوك اول ما يجي المفتش يا مطر حاولوا تدوني خبر. ايوه، وحاولوا تعبطوه، تعطلوه، تعطلوه. ايوه يا مطر، ايوه، هنروح في داهيه كلنا يا مطر، خلي بالك انا وحافظ بيها هنروح في داهيه. شد حالك يا مطر، مع السلامه يا مطر. وبعدين يا رب في المصايب اللي نازله تلف على دماغي دي، ربنا يجيب العواقب سليمه يا اخواتي. لا اله الا الله. امان يا شيوش. ها، كنت فين اتكلم انت؟ اقول اي حاجه. كنت بتحصل صرحاف. صل ايه؟ يخرب بيتك وبتعيان. صل ايه يا ولد؟ يا ولد الناموسه على كتفه بقالها اربع ايام. الدكتوره على كتفه بقالها اربع ايام يا هلا. تقول لي صل؟ امال ايه؟ اسمع الظابط يا هلا. الظابط يا هلا. الظابط. إيه؟ وبعدين انت عايز تنقطني؟ إيه؟ عايز تجيب لي اللوز؟ إيه؟ مش حرام عليك كفايه اللي فيا؟ إيه؟ انت مش عارف ان حضره الظابط حافظ ايوه هو القائم بعمل مامور اللومان دلوقتي، لان مامور اللومان في اجازه. ايوه. يبقى حسك عينك تقول عليها الظابط حافظ. امال ايه؟ لازم تقول عليها حاج مامور. حاج مامور. حاج مامور. حاج مامور. ها؟ وكنت بتعمل ايه بقى حاج مامور؟ انا اقول لك انا بقى شيء. قول لي يا اخويا. الست ملك اخته. ايوه. ندهت لي عشان تديني عمود الاكل ده. حلو. وبعدين انا بقى ما سكتش. ايوه. رحت احكي لها حكايه المسجون اللي هرب النهارده الصبح. ايوه. وحكايه المفتش اللي جاي. ايوه. وان السجن بقى اخر دندره. حلاوتك. هي روح رايح بقى ما سكتتش. عملت ايه؟ راحت خبط على صدره وراح ادفعها غلاوت. ايوه. شباكنا ستاير وحرير يا حبيبي. انا بقى ما سكتش. يا حبيبي. رحت قايل لها. ايوه. تعالي جنبي. تعالي جنبي. انت قلت لها تعالي جنبي. ايه يا ابني؟ دي لو جت جنبك يجي لها جرب. حرام عليك. انا جرب؟ ايوه جرب. ما تقوليش جرب دي تاني. ليه؟ انا جمعه خميس السبت ومحدش يقول لي جرب ابدا. طب يلا خلينا نشوف شغلنا. يلا. ايه؟ يلا خلينا نشوف شغلنا. هو الظابط خرج ولا ايه؟ يخرج ازاي في يوم اخبر سيده؟ ليه؟ ده يا عيني اول ما عرف ان المفتش جاي. ايوه. وشه اتصر وبطنه كركبت. ايوه. وقعد يلف في السجن زي المجنون. ايوه. وايده على العصفوره خايف لك. ايده على الدبوره خايف لك. ايوه كده. وبعدين انت هنا عايز تجنني؟ إيه؟ انت ما انتش عارف ان المسجون النبراوي هرب؟ سبعه نمره سبعه. ايوه المسجون نمره سبعه هرب النهارده. ايوه. ما احنا دورنا عليه في كل حته، قلبنا عليه السجن حته حته، ما لقيناهوش خالص. ما لقيتوش ازاي؟ وانا اعمل ايه؟ كنتوا لازم تلاقوه. طب انا اعمل ايه؟ كنتوا لو ما لقيتوش هنروح في داهيه انا وحافظ. ايه؟ حصابي. معمول يا حصابي. حصابي. يلا. حصابي يلا. حصابي يلا. حصابي يلا. اثبت يا ولا. يا واد اثبت مركب الهوا يا ولا. خمسة وعشرين سنة بحلم بالدبورة. نجمة كانت في السماء، ربنا وفقني وعلقتها على أيديكم دول، طارت. وتقول لي ما تزعلش. ايه يعني؟ انت زمان صول، وقبل صول كنت عسكري زيكم كده. انا شاويش يا فندم. ايوه.
ودلوقتي بقيت ظابط. انا ظابط. مبروك يا بيه. انا ظابط يا اولاد الرب. الله تقول لي ولا يهمك. ايه انا مسجون هنا؟ ما عندنا مساجين كتير غيره قوي. ايه يعني المفتش لما يجي يسالني عندك كام مسجون يا سعاده المامور اقول له 7 يعدهم يلاقيهم 6 يقول لي 7 راح فين يا سعاده المامور اقول له كانت تلبس. اهو يا فندم انا اللي مسكته. هو ده؟ ايوه وانا اللي مسكته. انت مسكته؟ استنى خالص. حاضر يا فندم. انا بسال واحد واحد. تعطلك انت مسكته؟ ايوه يا فندم. انت ما مسكتوش؟ لا انا كنت مراقب عليه. انت كنت مراقب وعشان كده عايز دبوره. وعلى كده ايوه. انت مسكته؟ ايوه يا فندم. انت كنت بتشتغل ايه قبل ما تيجي هنا؟ كنت بشتغل في مصمت. اه فعلا وشك باين عليه فته. هو ده المسجون؟ هو ده المسجون يا فندم. هو فندم. هو ايوه يا فندم. هو ده هو ده المسجون يا فندم. اعمل فيكوا ايه؟ ليه يا فندم؟ انزلكوا ايه اكتر من كده؟ ليه يا بيه؟ اوديكوا غفا في الترومبه يا ولالات الابا؟ ليه يا فندم؟ ليه؟ ده ابن خالتي. ايه ابن خالتي؟ ايوه ايوه ابن خالتي. ايوه شفت ازاي؟ طب انا بقى مش عاجبك منك. ايه ده؟ ده قلع شنبه ابن خالتي. ده عامل زي بتوع السيما. عامل زي بتوع السيما يا ملحى يا بيه. أنا زي بتوع السيما. أنا قتلكوا. ده زي بتوع السيما. أنا قتلكوا. زي بتوع السيما. مش عرفك قد إن أنا بشتغل في السيما. أنا شفتك في الفيلم الأخراني مع شادية لطفي. أيوه أيوه عارفه ده.
اللي كان فيه شكر شهيد. ايوه عربي. بس على فكره انت اتضربت بالبولق في الفيلم لما قلت يا بس. بقول لك ايه، ما انا شفت معروف المعروف السطر عليا، انا فاهم ابن خالتي ان انا بطل في السيم. بطل؟ بطل اخضر. معلش اوعى تقول له ان انا كومبارس ولا حاجه. اعمل معروف، اعمل معروف. اشوف اهو اهو. ايوه يا عارف. ايوه عارف ان انا بشتغل في السيم على سيرتك. تقول لي تقول لي انا كومبارس، انا بشتغل في السيم على سيرتك. هلا ولا انا انا شفتني في السيم ولا ايوه شفتك. شفتك شفتك شفتك. تعال تعال عمر، خلاص اهو. حاضر يا فندم. ايه حاضر يا فندم. ايه تعال حاضر يا فندم. جماعه ايه البطاقه؟ امها انتبه امها انتبه. ليش ما دور امها معتدل مرز امها. ارفع راسك هز ايديك. ارفع راسك الحاج عبد الاول كان عاوز يجوزني واحده والعياذ بالله يا ابن خالته. ايوه واحده والعياذ بالله يا ابن خالته. واحده مش ممكن تكون واحده ابدا. ايوه مش ممكن. دي كان اصلها راجل واتقلبت برضه راجل. أيوة. مش معقوله ابدا يا ابن خالته. قال لي انا هجوزك يا ابني. قلت له طيب يا ابن الحاج على خيره الله اشوف العروس. قال لي لا ما انتش شايف، ما عندناش عرسان يشوفوا عرايس، انا اتجوزت امك بالمراسله. قلت له ابو الحاج ما فيش داعي اشوفها. بس شو قال لي مش هتشوفها غير يوم كتب الكتاب. قلت له طيب. ده ابوك الحاج عبد الهاوي؟ الحاج عبد الهاوي جوز خالتك. دخل عليا بقى والناس قاعده والمأذون قاعد والمعازيم موجودين، ودخل عليا بواحده. يا غرام عمرك شفت واحده مناخيرها في قفاها؟ حواجبها تحت بقها، سلسله ظهرها في رجلها، سلسلة الظهر دخل ومسك سلسلة الظهر كده. العرب كلها شباب كله جري، كله بقى يجري. العفريت لو شافها يقول يلا. قلت له بالحق انا اتجوز دي. قال لي هتتجوز. قلت له اعمل معروف ابوس في ايدك، انا خاف اقعد معاها في حته لوحدي. قال لي هتتجوزها. قلت اعمل ازاي اتصرف ازاي؟ قلت له طب يا بالحق اديني فرصه بس البس بدله الفرح واجي. قال لي طيب. دخلت اوضتي وقفلت على روح الباب بالمفتاح وقعدت افكر هعمل ايه اتصرف ازاي. استعوقنا ابويا الحاج عبد الاول راح مخبط على الباب. قال لي اعمل لك هم اهلال يا ابني، العروسه قاعده في الكوشه زي قرد قطع ومحدش من المعازيم عاوز يبص في خلقتها. ده الحاج عبد الاول. الحاج عبد الاول. ايوه. قلت له معذورين يا مرحب، خليهم يبصوا في قفاها، ما هو قفاها زي وشها. قال لي هنهزر يا ده اطلع. قلت له حاضر يا مرحب حاضر، هاخد دش بس واطلع لك. قال لي لزوم ايه يا ابني تستحمى؟ لزوم ايه يا حبيبي تستحمى؟ انا ما اعرفش الناس بتستحمى ليه ما دام هتتوسخ تاني. ده الحاج عبد الاول. انت عارف مبدأه بقى. ما احبش استحمى ابدا. ايوه. المره الوحيده اللي استحمى فيها عريقناه في لندن 6 اشهر. هو كده. اعمل له ايه؟ استحمى في المناسبات. ايوه. هو استحمى في طلعه رجب وطلعت شعبان وطلعت يا محلى نار. جبت الفاينة انت. وبعدين؟ قال لي يلا. قلت له حاضر حاضر يا ابني الحاج. خلاص طالع البس الجزمه واطلع لك. قال لي لزوم ايه يا ابني تلبس جزمه؟ ده انا اتجوزت امك وانا حافي. فعلا ابوك طول عمره حافي. وبعدين؟ بص خالتك هعمل ايه؟ هو بقى غاوي. هو يجيب الجزمه وما يلبسهاش. غاوي يجمعها كده. من هواة جمع الجزم. هو كده دخل في مجموعة دلوقتي ايه؟ مجموعة كاوتش وعنده فدابل وعنده كل حاجة، انما ما البسهمش ابدا. نهيت. قال لي اطلع يا ابني. قلت له حاضر حاضر يا ابني الحاج. خلاص هطلع. اعمل ايه؟ استنى عليا شوية. ما فيش. قلت اتصرف ازاي؟ اعمل ازاي؟ قلت له يا ابني الحاج اسمع ما اقول لك، انا ما اقدرش اطلع واقعد جنب العروسة غير لما اكممها. لازم اجيب كمامة.
ادور على كمامه في صلقه في ملقط ما لقيتش كمامه في البيت كله. وطعوا جنبها تعض لها في 21 حقنه، ده معقول؟ بس قلت له ابعت الواد نزهه صاب الوكاله بتاعك بقى يشتري لي كمامه. زعقت على الواد نزهه، دخل عليا معفر ومكفر ومش دريان بروحه بقى. ده الحاجه قبلها؟ لا، ده صاب الوكاله الواد نزهه. نزهه؟ لقيته كده مش دريان بروحه، رحت خبطه على دماغه ورحت مطلعه الجلابيه بتاعته، رحت لابسها ولبست هو بدله الفرح وعكيته في العروسه، ورحت ناطط بقى من الشباك وقلت طهران اهرب على ابن خالتك. خدت الاول قطر وجبت لك على هنا. ازيك يا ابن خالتك؟ الله لا يسلمك يا بعيد. ليه بس؟ الله لا يسلمك، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي عامله على صدرك ده؟ ده انا ايه ده؟ معلق. شوف انت معلق ايه ده؟ لابس معلق يافطه زي الاتوبيسات. اتوبيسات؟ شوف انت بتروح شبرا؟ شبرا؟ بتروح شبرا؟ لا، لغايه الدوران وبس. خلاص ايه اللي جابك هنا يا صاحبي؟ بس قلت له يا ابو الحاج اعمل معروف، يا ابو الحاج خلاص نهايته هربت، جيت لك على هنا واديني قدامك. ازيك يا ابن خالتك؟ الله يسلمك يا سيدي. ازيك يا عبيد؟ انا قلت خلاص بعد عنه، وجاب لي في حته ما فيهاش تاريخ ابنه مين؟ عايز من ايه تاني؟ مش عارف. كل ده علشان بحب بنت خالته وعاوز اتجوزها. يا اخي بص، اتفضل اتفضل يا سيدي. حبيبي احنا بنحب بعض، احنا طول عمرنا بنقول هنتجوز بعض. بحبها يا ابني. انت ما بتحبهاش يا ابني، انت بتحب الدبوره اللي على كتف اخوها. دبوره؟ ايوه. السلام يا اخويا دبوره. طب وايه يعني يا اخويا؟ ما احنا لو كنا عاوزين بقى نركب ضبابير كنا ركبنا من زمان. ايوه خش في عيبي، تخش عيبك ايه بس؟ احنا اللي خيبنا بقى. انا ممكن بقى اذاكر واخد التوجيه وادخل الكليه واطلع ظابط، بس انا مش عاوز بقى. كن في علمك، ملك اختي مش هتتجوز الا نسب يشرفها. ظابط، وظابط كبير كمان. اسلم يا اخويا. اشمعنى يعني عاوز تجوزها ظابط كبير يا اخويا؟ طب وايه يعني؟ ما انا لسه طالع في الفيلم اللي فات كنت طالع الظابط. انت؟ صحيح مت من اول لقطه وقعدوا طول الفيلم يدوروا مين اللي قتلني، انما كنت طالع ظابط يا حبيبي. في السيما؟ في السيما. يا اخي ده تكنينه. وبعدين عاوز تجوزها لظابط كبير ليه؟ علشان يرقيك. ايوه علشان يرقيني. خلاص ليك عليا الفيلم اللي جاي اطلع لك لواء في السيما ورقيك. ده تكنينه. ده انت كومبارس بيحطه على وشك دقيق. طب ومال؟ انا بحط على وشي دي وانت شعرك بينزل رده بقى. بطل لا توعدني يابا بقى. طب اخلص بقى القطاع، خليك مؤدب. بس بقى وانت وشك مفقع كده. انا عارف انت طمعان في ايه. طمعان في ايه؟ انتوا حليتكوا حاجه. ايوه طمعان في الاثنين اللي سيبهم لنا يا تاج. مين؟ دادي. دادي جوستيزك. جوز مين؟ جوستيزك. راح حبسك يا خالد. اتعلمت الكلام ده منين يا ولا؟ ده دي ايه وبتيزة ايه والحاجات دي؟ كانت بقيت خنافس؟ انت بقيت خنافس؟ انتوا حلقتكوا حاجة يا حسرة تقول لي قرشين ومش قرشين. ايوه والغسالة والتلفزيون والبوتاجاز انا جايبهم كاش على 3 سنين. كاش على 3 سنين؟ ده لازم بالتقسيط الفور بقى. يا جدع ثلاجة ايه يا اخي؟ اختشي يا عم، يا عم اختشي بقى. الثلاجة ايه؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ هي دي ثلاجة يا راجل؟ دي كلها صراصير وحاطين فيها رولس. لا قول الثلاجة. دي الثلاجة الوحيدة اللي بتنزل مية سخنة يا هلال. مية سخنة؟ ايوه. ما يا خبر اسود حافظ، انت قصدك على البتاع اللي في الحمام ده اللي في الانبوبة؟ ايوه ده السخان. انت بتشرب من السخان؟ انت كنت بتستحمى في التلاجة بقى. انا رخم كل ما اجي عندك اخبط على التلاجة الاقي واحد بيقول لي ايه حب؟ يا حب؟ اتفضل يا عم. بلا بتاع بقى ولا تلات تلفزيون. اتفضل. التلفزيون هو ده التلفزيون؟ ايوه التلفزيون. تلفزيون مين يقلبونا مليه يابا؟ اقول لك تلفزيون. ده ما بيجيبش غير نشرات اخبار طول. بيجيب ليزك يا هو. واخد موقف من القناتين. موقف؟ ايوه في تلفزيون ياخد موقف؟ هو كده يا عم. بطل تعالى يا عم. الثلاجه والغساله انا ما مش عارف ايه بلا بتاع يا عم بقى. خلاص بقى ده انت عرنا بقى. اتفضل اتفضل اللي اصلا جابك ياسك. مع السلامه. لا انا بصراحه بقى ما بفهمش من ايه. اتفضل. انا بحب اختك وهي بتحبني. اعمل معروف في يومك اللي مش فايد ده حد بيضيع في دماغك. اتفضل مع السلامه. بس اعمل معروف. ده هي عاطفيه وانا عاطفي. اخرس يا قليل ادب. اوعى تقول على نفسي عاطفيه ابدا. اختي برجوازيه.
الخبز ويقول كلام غريب قوي. انا ما سمعتش الحاجات دي. من امتى تعرف الحاجات دي؟ لا انا بحبها وهي بتحبني يا حافظ. اختك ملك حبيبتي، مش ممكن اتجوز غيرها حافظ. انا بقول لك 7 سنين تذاكر لها في دبلوم النسيج، يسالوها اذا تقع في الخرطة اوروبا تقول لهم في شبرا الاوروبا. 7 سنين يا مبتدئ. انا مالي، انا بقول لك بصراحه اختك بصراحه ما تنفعش تنفع. اختك ما تنفعش غير صبي ميكانيكي بصراحه بقى. طب اتفضل يلا. انا خدت بذاكر لها بما يرضي ربنا، هي اللي مخها بصراحه انا شاكك يكون مطرح مخها طوبه. حافظ ابنك. اتفضل مع السلامه. اتفضل. مع السلامه. اسمع بقى، لازم تشوف. مش هتشوفها. لا هشوفها بقى. اتفضل. هي تقول لي كلام. هي تقول لي حق. اتفضل. خلاص حكم القوي على الضعيف. تكون في علمك يا ولد. حافظ. انت طالع بره السجن هتلاقي بيت البير المأمور اللي هو بيتي انا. تعال تبص كده ولا كده اي واحد من العسكر بتوعي انا هيذبك برصاص. يلا. حاضر. حاضر. وانا يكون في علمك انت اوعى تيجي ناحيه حتتك. انا بكلمك دلوقتي انت حافظ ابن خالتي، مالناش دعوه بالرسميات. تيجي ناحيه حتتنا همسكك هديك علقه قدام حتتنا بقى. كمان ما اعرفش اضرب حد غير قدام بيتنا. انا بقول لك واحنا بيتنا بقى لعلمك مدون بالسمن بقى. كان بيتكم بالذات احنا مدون بالسمن. يبقى انت بيتكم بقى بيجي من التموين. ما التموين غير التموين. انا بقول لك. طب اخد شنطه المكازي. يلا يلا يلا. شنطه المكازي اللي بطلع فيها في السيمه دي فيها كل العده بتاع السيمه اللي بشتغل فيها. تمام يا فندم. ايه يا عسكري؟ قريبا يا فندم في واحده ست بره اسمها ملك الاخت. إيه؟ انت دخل بدون استئذان. دخل بدون استئذان ليه؟ انا بكلمه. خلاص يا هلال. ايه مفيش؟ خلاص خلاص يا هلال. استنى انت، انا ابن خالتي المامور هنا، لازم محترم. ايوه انا هنا ابن خالتي المامور بتاع السجن. ما تستغلش انك انت قريب البيت المامور. ايه ما استنانا انت بقى. استنانا انا اتفاهم معاهم. دخل بدون استئذان ليه؟ دخل بدون استئذان ليه؟ احترم نفسك يا ولد. هلا هلا علمي كاراتيه. هلا سيبه سيبه سيبه. معلش احترم نفسك. لو وقعت احترم نفسك. احترم نفسك. ابدا يا فندم، الست ملك اخت حضرتك. لا لا وعايزك تتشرف تبطل تخرج. ملك اخت بجد. هتشوف ملك. هتشوف ملك. الله يسهل. استني يا استني. تحت امرك يا فندم. استني انا هنا سيبك منه. لا هو مش موجود دلوقتي. لا مش موجود دلوقتي. انا يا فندم قلت لها ان سيادتك مخمول. انا موجود يا فندم. قول لها. يا فندم هو كان مخمول برضه؟ لا 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 موجود يا فندم. طب اتفضل. انا مش هتعاملك يا فندم. اتفضل. انا مش هتعاملك يا فندم. مالك؟ انا هضيعك هوديك ورا الشمس. شوف مالك. ما تدخلهاش الا مولك يا اسطى. حاضر يا فندم. اختك يا اختك ادخل هنا. انت فاهم؟ اتفضل ادخل هنا. انا ما صدقت انها جت. ادخل اخرج. ما صدقت انها جت علشان اشوف. طيب بس ابص لها بصه وامشي. ممنوع. اعمل معروف. مش هيصحى. حاضر حاضر. لا حافظ يا ابن خالتي اشوف الكيوب. اعمل ايه؟ حكم القوي على الضعيف. بس انا زعلان منك بقى. انت كل شويه تقول لي انت كومبارس ومش نافع وبلانينه ووشك ضيق والحاجات دي. انت مش عارف مقامي بقى. انا بطل. انت؟ انا واخد بطوله بقى. واسمعني في المسلسل بقى بتاع 5 وربع بقى في الاذاعه. واخد 30 حلقة بطوله. انت؟ بطوله المطلقه. بس طالع بقى في 29 حلقة الاولانيه بقى ماليش فيهم. الحلقه الاخيره بقى طالع بقى ايه كل الدور بقى اتجمع فيها. بس اصل الدور بتاع واحد اخرس ما بيقولش ولا كلمه. يا تاكل بلا. وبعدين بس يا رب اعمل ايه؟ اعمل ايه في البلوه اللي جت دي؟ ولا في المفتش اللي جاي؟ ولا المسجون اللي هرب؟ ولا اخت اللي اصيبت بمرض شيزوفرينيا ده مش عارف ولا ايه؟ استر يا رب يا عسكري مرزوق. تمام يا فندم. دخلها يا عسكري. هي مين اللي دخلها يا فندم؟ اخت. ايوه اتفضلي يا ست ملك. اخويا حبيبي يا عشان ايه؟ جاي اتحقق من الكلام اللي قاله لي جمعه. صحيح الكلام ده يا بيه؟ كلام ايه؟ اوعى تكون
مالك انه جه هنا لخرب بيته؟ ايه ده، هو ما جاش؟ وايه اللي هيجيبه هنا؟ ما يروح عند اهله. اهله؟ ايوه. ايه الكلام ده يا بيه؟ يروح عند اهله وعند ابوه، احنا مالنا وماله؟ يا عيني عليه وعلى ابوه، تلاقيه دلوقتي عمال يقول ظلموه ظلموه. ما يقول يا ست ولا بورش، احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي يا بيه؟ في مأمور زيك يهرب منه مسجون ويقول الكلام ده؟ مسجون؟ انك انت كنت بتتكلمي على المسجون اللي نط من السجن؟ لا يا ابي، ده انت تعبان خالص. فعلا انا تعبان. انت ما كنتيش بتتكلمي عن ال عن ايه؟ يعني كنت بتتكلمي عن ال عن ايه؟ فعلا انا تعبان فعلا. ده انت تعبان قوي يا ابي. قوي 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 قوي. معلش يا ابي. قوي. معلش. قوي يا ملك. خلاص يا ابي رد. ولا حاجه، ما انت عارفه ان المفتش جاي يا ملك. اعملي معروف بقى سيبيه. هتعمل ايه لما المفتش يسالك عن المسجون اللي هرب؟ ولا هعمل حاجه ابدا. هقعد معاه على البورصه، وبعدين طبعا هيطلب طلبات وانا اللي هدفع. هتدبي سنه. ابي. وبعدين يقول لي اقدم استقاله، اقدم استقاله. استقاله؟ ايوه طبعا. طب ما تبعت العساكر يدوروا عليه. اديني بعت قطعه عسكر، ربنا يستر. وبعدين؟ وبعدين مش عارف اعمل ايه. معلش يا ابي. هبقى صول يا ملك. يا خبر. وجايز كده وانا اصول كده ابقى ام باشا. بعد الشر يا ابي. مع ان كان المفروض ابقى يوسف باشا. المفروض. انما هبقى ام باشا. معلش. وجايز ابقى عسكري. يا عيني يا ابي. جايز وانا ماشي بالسكه كده اقول بتاع الاستيفا اهو. ما تقولش كده. ولا بتاع الاستيفا. ما بتاع الاستيفا يا ملك. معلش يا ابي. يا فرحة لوقات البلد فيك يا حافظ. يا فرحة الفريق محمود فيك يا حافظ. يا عيني يا ابي. تعرف الفريق محمود؟ لا. ولا انا. سيبيني يا ملك، اعملي معروف. معلش يا ابي، علشان خاطر. انا بلاه، بس اعملي معروف. طب اضحك. انا هتربي. معلش، ما تقولش كده بعد الشر عني. مش هكذا هتربي. معلش يا ابي، اضحك عشان خاطري. ايه ده؟ اضحك يا ابي. ده ضحك ده. يا ابي بقول لك اضحك. ما انا بضحك اهو. لا ده مش ضحك ده. امال الضحك بايه؟ اضحك من قلبك. اقول لك ازاي؟ ازاي؟ شرب حاجة؟ شرب شاي. مال صوت الطالع تخيل ايه كده؟ يلا 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 نشرب المأمور هيجي. يلا. حاضر يا بي. يلا. بس وحياتي ما تزعلش نفسك. لا انا مش مزعل. علشان خاطر. لا لا خلاص. تعرف لو زعلت؟ لا انا مش زعلت. هزعل مني. يلا يا مالك بقى اعمل معروف. حاضر يا بي. يلا يا مالك بقى. وبعدين يا ربي بس اعمل ايه؟ اعمل ايه في المصيبه اللي طبقت؟ ابي ابي اضحك تاني. انا علمتك كده؟ طيب عايزه اسمع ضحكتك. صباح الخير. لا 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 نصير الكليفت اللي موجود قدامك ده
يا مدوخ مجرمين، يا معاك السفاحين، يا مع حرق دم ملازمين. احب احرق الدم الملازم اللي موجود قدامك ده. انت تحرق دمي انا؟ ايوه احرق دم. انت عرفت تحرق دمي انا؟ ايوه احرق دم. انا اعصرك يا قليل الادب. اسمع اما اقول لك في ثانيه شيل ده، اوعى تنطق، اوعى تنطق على بعد. ايه عمل لك ايه يا بيه عشان تحرق دم؟ من غير ما يعمل انا اقدم منه من حق اجيب له السكته القلبيه. ايه ده؟ هو جايب مناخيرك العرض كده ليه يعني؟ لا يا حرام. لا ابدا، اصل احنا كنا زمايل قبل كده من ايام المطاف. ايوه احنا كنا زمان مع بعض من ايام من ايام المجال. ايوه كنا بنجري ورا عربيات الرش واحنا قد كده. انا اعرفه من ايام ما كان مقصوف رقبه قد كده. ايوه اتفضل بقى. مع السلامه. على كده اكيد انت تعرفني. طبعا اعرفك. مش انت البنت الحلوه الاموره الطعمه الاموره ام عيون زرق وشعر اسمر؟ بقول لك ايه؟ وعيونها مسوده على مصفر. بقول لك ايه؟ وشكلها متورث وشعرها ابيض الحلوه الامور. بقول لك ايه؟ ام عينين عسليه على فاتح كده ومزرقه من النص الحلوه، ام عينين جنجان اللي اسمها نبع. بقول لك ايه؟ انا البنت الحلوه الاموره اللي اسمها نبع. ابيه ده طلع يعرفني. ايوه ما احنا كنا زملاء مع بعض. ايوه ده اعرف بقى. بقول لك اوعى تنفش. شوف انت ديتك ده واشيل البتاع تعرفني. طب اوعى تنفش. اه طبعا اعرفك، انا اعرفك من زمان. انا اعرفك من وانت قد كده، كنت اشيلك على كتفي كده والميه مسوحاني. انت قد كده. انت مش فاكره بيت الحلميه القديم حاره سلك امورك نمره خمسه؟ ده هو ده البيت اللي فتحت عينيا من صغري فيه على حبه وكان قاسي. انا بقى كنت ساكن بقى في الحاره اللي جنبكم، حاره شفتها بالعند فيك نمره 9. ابي في حاره جنبنا كان اسمها كده؟ ايوه يا ستي جنب زوايا. احترم نفسك لاضربك بالجزمه. تعالي يا مطنزيل من حقي تعال. الولد اللي كنت بشوفه ده، الولد اللي كنت بشوفه دايما عندكم في البيت ده، الولد اللي كان بيجيلكم تملي الحليوة ده اللي كان غاوي السيم. عطيات بنت خالتي. ما تبيت زي اخوك، خلي مخك انضف شويه. بقول لك الولد اللي كان بيجي عندكم اللي غاوي السيمه، الواد بعيون صفر وزرق كده. ايوه الحلوه ده اللي كان تملي اللي سرق عندكم مرتين. سرق؟ ايوه سرق في بيتكم الواد ده مرتين. مين ده؟ مره سرق منه الشراب كان حتى بالاماره مقطع من على صوابع، ومره سرق الجزمه الكاوتش بتاعها. عرفته الواد ده كان غاوي سيم. مش الغبي وانا؟ لا غبي. انت بتقول ايه يا ولد؟ مش عرفك انت الواد اظن كان ابن خالتي. لا على فكره الولد ده مستقبله في السيما كويس او صحيح. يا سلام انا متتبع اخباره. عظيم الولد ده. حرامي يا جدع. لا حرامي. بقول لك ايه حرامي. اللي من سنك يا حرامي. لا حرامي يكون بس عارفه. مفيش داعي. عارفه انا بقى. شوف حافظ ده مش حلو علشانك حافظ وكده يعني. ما هي ثانيه حافظ ثانيه خلينا في الولد ده على فكره كويس قوي ومستقبله في السينما كويس. ده معروض عليه 50 فيلم بطوله. يا سلام. ايوه هو رافض كلهم كرتون. يا سلام. كان الواد دلوقتي بيحطوا فيه صابون. صابون ايه؟ مش انت بتقول كرتون؟ كرتون ايه؟ يا ابني مش كرتون يعني كرتون، كرتون يعني رسوم متحركه. هو رافض الولد ده علشان كويس. يا حضرتك شفت هلال فين؟ والله انا كنت ماشي بقى في شارع قصر النيل كده عشان بنظم حركة بتاع المرور ده، كانوا منتدبين هنا. وبعدين؟ ماشي لقيت زحمة بقى، زحمة ناس كتير قوي. قلت لهم ايه في ايه؟ ايه هنا في حاجة؟ في ميت وبيوزعوا قرص وبالرحمة على روح ولا حاجة الناس ملمومة ليه؟ قالوا لي لا ده النجم العالمي هلال عبد القوي واقف بيشتري حق السلم والرغيف وبيوزع صور مية على المعجبين والمعجبين. كويس قوي. ايوه وبعدين كلمة مني كلمة منه. عرفت انه بيحب بنت خالته عاوز يتجوزها. دي انا؟ وعرفت كمان ان بنت خالته بتموت في دباديب ونفسها تتجوز. فعلا انا بحبه وبموت في دباديب. خلاصي!
اتفضل انت بقى مع الف سلامه. وعرفت ان اللي واقف في طريق جوازهم راجل وحش فعلا، راجل قاسي صح. بقول لك ايه، راجل ما عندوش دم. تمام. راجل قلبه اسود بالظبط كده. كلب اخويا حافظ. كلب. انا ما بقولش عليك، انا بقول عليه واقف في الطريق. انا عبيت اثبت لك انهم كانوا يحبوا بعض زي ما قلت لك. انت هتنزل في محل عملي؟ لا انا ما بقولش عليك. انت هتنزل في محل عملي؟ اغص كده بقى. خد بقى راسك. انت مالك؟ عيب. حاضر. اتفضل بقى. خلاص حاضر حاضر. خلاص اتفضل يا عيب. هبقى حاضر. خلاص عيب. انت يا بنت بتاع. من فضلك يا استاذ كليفتي. انا مش كليفتي، مش كليفتي، جنرال مونتجومري كليفت. اليه دي تخليني بقيت حرامي. لو سمحت يا استاذ حرام. مش حرام، قوليها لفت زي ما كنت بتقوليها، جنرال لفت. يلا. من فضلك يا حضرتك. ايوه. لو شفت هلال خطيبي تاني في شارع قصر النيل. ايوه. قول له لو كان بايدي كنت افضل جنبه. وجيت بعمري ألف عمر واحد. أقول لك يا مدموزيل، برضو مش علشان يعني يصدق الكلام ده، واجب نبعت له يعني إيه أمارة ولا حاجة علشان يعني ربط كلام. أمارة يعني إيه؟ يعني إن كان معاك ربع جنيه بريزة أي حاجة يعني. إيه ده، هو ضربه السلك للدرجة؟ مش ضربه، أمارة بقول لك علشان يصدق الكلام. أما أروح أقول له بتقول لك كذا يعني في إيده بريزة عادي. ما معيش. كانت كنيلة على سكة بالأعرف. أبي. نعم. سكة يعني إيه؟ سكة يعني فكة. اتفضل أنت بقى دلوقتي. أنت اتفضل. حاضر. أنت اتفضل، تعالى افترين بيني. ماشي، أنت اللي عملت فينا كده. يلا مع السلامة. كنت شفتها وأنت إيه؟ أنت اللي عملت كده وأنت اللي بعدنا عن بعض. طب يلا 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 يلا. حرام عليك، دي بنت خالتي. يلا عندي بقى يا أخي. دي بنت خالتي. مش هتتجوزها يعني، مش هتتجوزها. حاضر خلاص ماشي. ماشي. بس يجب اطمن عليك برضو على الورطه اللي انت واقع فيها دي. ورطه ايه؟ عارف ورطه ايه؟ ايه ورطه؟ اطمن يا اخويا على المسجون اللي هرب منك والمفتش اللي زمانه جاي. مسجون؟ انت مالك انت ومن الكلام ده؟ شرفني من الكلام ده. شرفني؟ ايوه شرفك. ما انا وانا بلبس ورا الباب سمعت كل حاجه، واحمد ربنا ان انا سمعت الكلام ده في الوقت المناسب، لان انا العبقري اللي هينجيك من الورطه. انت بتتجسس عليا يا هلال؟ ما بتجسسش ولا حاجه، انا سمعت الكلام ده بالصدفه كده. طب اتفضل بقى، مش عايز. خلاص بقول لك ايه، افهم بس. انا اللي هفطنك وانا اللي هنجيك من الورطه دي. افهم، اعقل بس يا حافظ. ازاي هتعمل ايه يعني؟ افهم، انت مش عاوز المفتش لما يجي يفتش على السجن يلاقي عندك سبع مساجين من سته؟ خلاص اعتبر المسجون السبع واصل يا عم. ماشي. هو فين ده؟ انا. انت ايه؟ ما احناش وش اجرام ولا ايه؟ ما ننفعش. قصدك يعني تقول انك انت تدخل السجن مكان المسجون اللي تمام واعمل المسجون واعملوا لك؟ لا 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 لا. افهم بس، ايه بقى تزوير في مساجين رسميه يا سيدي؟ تزويره تفوت ولا حد يموت. انا هشغل مصوراتي عشان خاطر مستقبلك، علشان خاطر الدبوره بتاعتك. انا هشغل مصوراتي من اراضي في البلد سواح. يا حبيبي حاجه بسيطه لغايه بس ما نلاقي المسجون. احنا ما بنكدبش. لا لا لا، اتفضل 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 اتفضل. مع السلامه. ابعد عني بقى يا اخي. افهمني، اعقل يا حافظ. حافظ المناديل ما بيعقلش ابدا. افهم يا حافظ. ما بيفهمش ابدا. خلاص انت حر بقى، انا عملت اللي عليا وانت مش عاوز بقى ايه تساعدني ان انا نجيك من ورطه. انا مالي. اسمع يا هلال. هلال بيه من فضلك، وانا طالع خدت البهوي. هو المسجون اسمه ايه؟ قول لي اسم المسجون ايه، خلينا نجيك. اسمه ايه؟ اسمه نبراوي. نبراوي؟ ايوه ايوه، بس ده اسم مش فني كده. انا كنت سايب نبراوي. نبراوي انت عارف بتعمل ايه؟ ما تخافش ما تخافش، هيكون ايه ده جنب المساجين اللي انا عملت ادوارهم على الشاشه. يوه ده انت مش، ده انا لسه طالع امبارح فلاطه. ايوه بس ده التمثيل، انما احنا بنتكلم في الحقيقه، هتبقى جنايه. ما تخافش، هنروح انا وانت ونقعد على دبوس. اه هنشكشك بالدبوس. ايوه هنبقى اتنين على دبوس، هنتورط يعني. ما تخافش ولا هيجرى اي حاجه، وسيبني انا بمزاجي كده اوضب لك دور المسجون واعمل لك دور مسجون بمزاجي ما يخرش الميه. بس انت بقى وافق يا عم. معلش عشان خاطر وافق. انا عارف انك انت صاحب مبادئ وما تعملهاش، انما انا بساعدك. وافق. ايوه بس لحد ما يظهر مسجون وبعد كده خلاص. حاضر حاضر ما تخافش. واخر مره. مو اخر مره. موافق؟
اصل غصب عني هو المسجون. خلاص يا عم، بقول لك ايه بقى، موافق عايز كده؟ ما دام انا بقى هنجيك وهعمل دور المسجون وهنجيك من ورطه دي، انا ليا طلب بسيط عندك بقى يا عم. نعم. اتجوز اختك. مفيش مانع. ايوه مفيش مانع. بس الكلام ده بقى يا حبيبي نكتبه في ورقه. تعال. ايه؟ امضي لي على التعهد ده يا حبيبي، علشان بعد ما تخلص المساله دي ما تنحس كلامك. ما انا عارفك. مفيش ثقه ولا ثقه؟ ده انت بتزور في مساجين رسميه دلوقتي، مش هتزور في كلمتين بتوضح. يلا تمضي لي على القرار ده. القرار اوكي. طيب انك موافق على جواز اختك ملك من ابن خليتها. اتفضل. خلاص القرار مني بذلك. يلا واضح. هتجوز ملك، هتجوز ملك، هي الأميرة وأنا الفتك، ونجيب عيال بزنبلك، أنا وملك، أنا وملك. أنا إيه كمان؟ هتجوز أختي للواد هلال؟ ده لما يبقى يشوف ودانه خليه يومين كده في الخيال، ولما يبقى يجي المفتش ويلقى كله آخر تمام، ساعتها هكبر وفوق كتافي دبورة تانية وتبقى فرحان بغطا الحل اللي قدامك عمال تخبط فيه؟ مش عايز كلام كتير، مش عايز حركة، مش عايز صوت، مفهوم؟ بسرعة يا فندي. دفاترك. حضرتك. ولازم تعملها لي من تحت قوي كده. ده معروف عني ان انا لا ارحم. انا لا ابالي. تقول لي تشرب شاي اقول لك شكرا. حاجة ساعة ما بشربش. هتجيب لي غدا هكبه على نافوخك. أنا لا أهتم سوى بالعمل والعمل فقط. أنا أفحص، أفتش، أطلع المستخبي. يا ويلو، يا ويلو هي ظلام ليله اللي يقع في إيه. أتلاقي بس على زمارة حد. أطلعها أزمر فيها. أنا عارفك. مش معروف عنه في مصلحة السجون إن إيدي طرش. العسكري اللي بضربه علم بيلبسوه باراشوت عشان لما ينضرب القلم ويطير في الهواء ويقع ما يتكسرش. في مرة ضربت عسكري قلم في لومان تورا، لقوه في سجن الحضرة في اسكندرية. أنا معروف عني السن اللي ادخله ما اطلعش منه. ما اطلعش منه الا وانا رافد سبعة تمن عساكر
راسي 7-8 قنبشيه ولافت نظر صون على قلبي. هتقول لي مصلحه؟ ما بخافش المصلحه، انا المصلحه، انا الوزاره. هتقول لي قريبك لواء؟ ما يهمنيش حد، معروف عني في المصلحه، من اقل لواء الى ادخل لواء بقف قدامه زي الالف، معروف عني. السجن اللي ادخله ما اطلعش منه الا لو حاكم لي الظابط على الاقل. يا استاذ عارف جوش يا فندم. ايوه اصحى معايا وركز معايا، هتعبك قوي يا حافظ فندم. عارف جوش يا فندم. كله يوسع كله يكش، معرفش انافق معرفش اغش، انا المفتش. اهلا يا بيه. اهلا يا بيه. طول عمري هاسس كل السجون، معرفش شفقه ولا يحزنون، وان حد فكر يلعب بدينه اديه على عينه ولا انكسفش. والمساجين اخبارهم ايه؟ كله تمام يا سعاده البيت. مش هما 7؟ مظبوط يا بيه. وديني ليهم. على ايه يا بيه؟ لازم افتش وما تحاولش، انا المفتش. اهلا يا بيه. وجاي افتش. اهلا يا بيه. يا بيه. اهلا يا بيه. اصحى. اهلا يا بيه. اصحى. اهلا يا بيه. اهلا يا بيه. كلنا بنعزك يا ستة. ايه بنعزك يا ستان. طيب اول ما يدخل المفتش. ايوه. عايزاك تسقيه كوباية المانجا دي. يا سلام. بس كده من عيني يا ستة هانم. حاضر. بس اسمع. ايوه. اوعى حد يشرب منها. ودي معقولة يا ستة هانم؟ اوعى انت تشرب منها. اطلاقا يا ستة هانم. ابدا. ابدا. انا حوديها له. خلاص سيب انت بقى. يا سلام. هنا. 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 المفتش وصل. حوديك فين؟ حوديك فين؟ زهني فندم. اسف على ساكن شلي. ادم 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 ادم
للشمال طرد معتدل مرز ارفع راسك هز ايديك ارفع راسك هز ايديك ارفع راسك في الواقع يا افندي انا بعد المرور السريع اللي عملته على السجن هنا في شك ان انا مسرور جدا وجدت صوره مشرفه من صور اللومانات فضل سريع هيا انا مسرور جدا وجدت صوره ظريفه جدا قوي قوي الحمد لله الحمد لله احنا كنا فين في الواقع يا افندي تفضل لكنا فين؟ اصرف! نعم أنا في الواقع حافظ غني دايما بحب الحاجات المحندقة عايزني أحب حاجة حندقة هاي هي تتحندق أنا أحبها أنا أحبها لما هي محندقة عشان كده أنا حبيت السجن لأنه محندق أنا سعيد جدا بيه الله يخليك ربنا يحمد مبارك يا سعادة البي سعادتي انا حصل يا سعادة البي انا اول ما شفتك قلت سعادة البي ده راجل صعب قوي 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 لكن لما لقيتك كده على الطبيعه لقيتك كده كلك رجوله كلك انسانيه كلك مفهوميه بقول لك ايه ايوه فندم بالمناسبه بلاش كلمه كلك دي انا بتشائم منها حبتين بلاش عايز تمسح لي بوق او تتملقني قول لي جزء منك نظر جزء منك انسانيه جزء منك شهام جزء هجزء يا فندم ايوه هجزء فصل 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 انت فصل فصل مش عارفك ان انا بحب العدس اصل يا سعاده البيه اول ما شفتك يا فندم قلت 100% سعاده البيه بيحب العدس يا سلام عدس يا سعاده البيه ده جمبري مانجا 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 حلو يا فندم مانجا مش بعيد مش بعيد مش بعيد خص عليك خص عليك انا تقدم لي مانجا تقدمه مانجا خص عليك خص عليك انا اجيب لي مانجا واجيبه مانجا يا تافه يا تافه أنا أجيب المانجا؟ أنا أجيب المانجا؟ قص عليك قص عليك يا قليل الأدب جيب المانجا؟ يظهر سعادتك يا فندم مالكش تقول على المانجا حاجتين اتنين يركبوني 100 عفريت أيوه شرب المانجا والعساكر الأغبياء أعوذ بالله يا فندم من العساكر الأغبياء أما شرب المانجا أنا كفيل به يا فندم تسمع يا فندم؟ هتعمل إيه؟ هحطها في مكان لا يعلمه أحد إلا الله انا مش مهم عندي المكان مهم المكان ده محندق ولا مش محندق وكان محندق من 30 سنة انما دلوقتي الله اعلم تسمح لي يا فندم اه اتفضل انا هشرب يا فندم انا متهيألي سمعت صوت حاجة بتسرسع ايه المساجين فيهم عرس ولا ايه؟ لا يا فندم اخر نظافه اخر نظافه يا عشان بدوه محمد شوف يا ابن العرس اذا لقيت عرسه مش محندقه اضربها بالرصاص حلف اضرب في رجلي ما تضربش فوق حلف اضرب عسكري حلف اضرب عسكري حلف ارفع راسك الواد ده من يوم ما اتعين وهو بيرفع راسه ويهز ايديه كده ايوه يا فندم اصله مريض باللومباجو لومباجو ايوه فندم اسمعني يا فندم اشرب المانجا اتفضل اشرب المانجا لا حافظ مانجي يا فندم اتفضل انت اشرب انا هقفش لك اللي بيسرسع حاضر هو هنا هنا فين هنا حافظ مهندي فين
متأكد إن بطنك ما فيهاش كائنات حية بتسرسع؟ يا فندم أنت كده خوفتني. لا تخاف، إزاي أنا موجود؟ فضل أنت اشرب العصارة، فضل. عارف أنا هشرب بس أنت كده خوفتني. المية تروي العطشان. إيه الجم كده؟ والطفي. إيه الجم كده؟ إيه اللي جابك هنا؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنثى؟ يا فندم أنثى في لمن الرجال يا حافظ بندي؟ يا فندم ما وصل ال أنثى في لمن الرجال؟ أنا هقول لك فندم وصل إيه اللي جابك هنا؟ إيه اللي جابك هنا؟ يا فندم خمس ساعات يا فندم وصل ال يا فندم دخلنا إلى السجن يا فندم دخلت علينا أنثى محمدأه وقالت يا صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا اتفضلي. يا فندم أنا هفهمك يا فندم. إيه اللي هتفهمولي؟ يا فندم هفهمك. المسائل واضحة زي الشمس. واضحة فندم. المسائل مش عايز ذكاء ولا مفهومية. مش عايز أنثى في لمن الرجال. أنثى يا فندم. أنثى في لمن الرجال. أه يا فندم أصل ال اخص عليك وعلى اللي بيديك مرتبة. بس يا فندم عشان يا فندم الموضوع ده احترم الدبورة اللي على كتفك. إيه اللي جابك كده؟ احترم شريط شعرك. بس يا فندم الموضوع ده بس أنا بينك وبين نفسك أنت فيك ناس دمويات. يا فندم العملية دي يا فندم. اخص عليك. يا فندم مش كده. اخص عليك وعلى اللي بيديك مرتبة. أخص عليك وعلى اللي بيديك مرتبة. أخص عليك وعلى اللي بيديك مرتبة. أخص عليك وعلى اللي بيديك مرتبة. اسكتي خالص. خلاص يا ابي اسكتي مقول منك يا فندم. الانثى دي يا فندم ايه هتفهموني؟ انا هفهمك. ايه هفهمني ايه؟ انثى انا مش انثى. انثى يا فندم. ما عندها وزيارات ايش هو ده يا فندم؟ شنو يا فندم الانثى دي تبقى اسكتي خالص تبقى اختي. اختك؟ ايوه فندم. اصيبت بمرض عقلي وسعادتك طبعا عارف الامراض العقليه بتعمل ايه. عارف عندي المدام في البيت. لذا يا سعادة البيت أنا كتبت جواب للمصلحة وادتني الحق في إنها تقعد معايا في بيتي هنا في السجن. أختي يا فندم. أنت أخته؟ أيوة فندم. استنى أنت. حاضر فندم. أنت أخته؟ أيوة. أنا ملك المناديلي طيبة وحنينة وأهل الحي. متدلع أنت وهي أوي. أختك حافظ غني؟ أنا آسف جدا يا أم مزيد، أنا بعتذر، أنا الظاهر طلعت راجل مش محنك في الحركة دي، أنا آسف جدا. لا أيوه كده أنا مخصماك. خلاص أنا آسف. لا أنا مخصماك. هي ما كنتش أعرف ما كنتش حد قال لي، معلش أنا آسف. طب أنا يعني كده روقي روقي حبتين، روقي حبتين. خلاص اتفضل خلاص غني. انا قلبي بيتقطع لما اشوف انثى بتعيط. خلاص يا بنت عيطي. اتفضل تعالى يا بنت تعالى هنا. دي قدام كده. ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اطمن على المسجون لقيته ولا لسه؟ انت مالك انت؟ امشي اطلع بره امشي اطلع بره. ايه ده راح فين؟ ماشي. معلش يا فندم اصلها كانت جايه تطمن عليا علشان انا كنت تعبان. انا كنت بعافيه. انت كنت بعافيه؟ ايوه يا فندم انا كنت تعبان كنت بعافيه. لا ألف سلام عليك. من أنت؟ من ساعة ما شفتك يا فندم. أنا شفتك من هنا والبعافية جت لي من هنا. لا شد حيلك إن شاء الله أنا هعذبك العافية خالص. أيوة. بس مش معقول من مزيد تيجي لغاية هنا وتخرج وهي زعلانة. بعدين أول مرة نتقابل بعدين أعتذر خلاص حقك عليك. بعدين أول مرة نشوف بعض لازم تشربي حاجة. لا مش شاكرة. لا والله لازم تشربي حاجة. شاكرة جدا. لا يسأل. شاكرة طيب. مش عايزة. اتفضلي. لا في ايه؟ في مانجا؟ لا لا والله استشرب. لا والله والله لا يمكن. انا مش عايزه. والله لا يمكن. اصل عندي حساسيه. والله لا يمكن. معلش المره والله لا استشرب. معلش والله لا استشرب. انا مش زعلانه. لا والله انت زعلانه. لا 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 انا شايفك زعلانه. انا بضحك اهو. انا شايف من جوه زعلانه. معلش معلش والله لا يمكن. اشربي عشان خاطر امك. اتفضلي اتفضلي تعالي تعالي اشربي تعالي تعالي اتفضلي 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 اشربي اسمه كلام اتفضلي اتفضلي شرب عشان امك. توكلي على الله. شرابي هو دفع حاجه. شرابي اتفضلي. لازم اشرب. اتفضلي حلفت بالله والله لا يمكن. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. بلاش. لا عشان خاطري عشان خاطري. اتفضلي اتفضلي. يلا هوبا كمان بق واحد عشان خاطري. كمان بق واحد عشان اعرف انك مش زعلان. معلش عشان خاطري اخر مره. والله لا يمكن. اتفضلي توكلي على الله. الف انا وشفا ان شاء الله كده تاكلي مسلوق وتجيني بعد اسبوع. ممكن تتصرفي اذا حبيتي. ايه في ايه مال؟ ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ ايه مال؟ ايه؟ في ايه؟
لي فيه. سيادة المفتش. نعم. الحقني. ايه ده؟ في ايه يا حسن؟ قتلتها يا ظالم. قتلتها يا ظالم. يا شاويش مرزوق. يا شاويش مرزوق. انا يا فندم. ايه ده؟ اتعمل شاويش مرزوق. ايه ده؟ ابويه. ست هانم. ايه اللي حصل ست هانم؟ شيل معاها شيل معاها. عليك ست هانم. شيل معاها. كانت كويسة ست هانم. شيل معاها شيل معاها. ايه اللي حصل ست هانم؟ قتلتها يا ظالم. صل عليك ست هانم. صل عليك ست هانم. صل عليك ست هانم. واحدة واحدة ايه؟ ايه اللي حصل ست هانم؟ واحدة واحدة ايه؟ صل عليك ست هانم. واحدة واحدة ايه؟ ايه في ايه؟ الحمد لله؟ لا اخدتها دلوقتي وسافرت ونزلت بقى لندن. الحمد لله. الحمد لله. عملت لك كونسلت هناك يا فندم. ايوه الحمد لله. الحمد لله الجماعة هناك بيسلموا عليك. الله يخليك. بيسلموا عليك يا فندم. الله يخليك. نخلينا بقى في الشغل شوية. خلينا يا فندم. ايه أخبار السجن عند سيادتك؟ يا فندم أنت قدامي يا فندم، أنت قدام ظابط ملف خدمته أبيض ناصع البياض. أنا مش مهم عندي الملف يكون أبيض ناصع البياض. أنا أطينه لك وأسوده في ثانية. المهم عندي اللي أشوفه أنا. بالنسبة لمسألة الأكل. يا ترى بتاكلوا المساجين سمك لبن تمر هندي ولا حرمنهم من حاجه؟ ما تقولش كده يا سعاده بيه. سعاده يا سعاده بيه بتاكلهم ايه؟ ايوه همبرجر. همبرجر. ايوه فندم. و بالنسبه للمعامله. ايوه فندم. تبتسم بالود والانسانيه ومراعاه مبادئ الادميه ولا في عندك خلل؟ ما تقولش كده يا سعاده بيه. دي سعاده يا سعاده بيه. ايوه انا في يوم من الايام بمر في السجن. انا راجل عاطف شويه. ايوه بصيت لقيت مسجون بيعيط وبابا بابا 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 صوب عليا قوي. قلت لهم يا ابني شوف ابوك وتعالى تاني. وروحت عشان يشوف ابوها يا فندم. ما شاء الله ما شاء الله. وروحت. ايوه بس رجع تاني يا فندم. طبعا بقى بيجي هو والاولاد. ان شاء الله باذن الله هعمل لك مجلس عسكري وهضربك بالنار بايدي. ليه يا فندم؟ وعلي شويه. انت يا ابني مرزوق. اتحرك. انا بمر على الزنازين جوه دلوقتي. في ولد مسجون سالته عن اسمه اتلخبط وشه اصفر واتفهر وقال لي اسمي زفتاوي طنطاوي نبراوي. ولا مكتوب عليه نمره 7 هتقول له تعالى. هتقول له تعالى. طب بقول يا فندم بقول يا فندم ممكن نجيب نمره 5؟ انا قلت نمره 7 يجي نمره 7. طب نخلي نمره 3. انا مش قاعد في وكاله خضار هتقعد تفاصلني. مسجون عندك بساله عن اسمه اتلخبط وش اصفر وكفار ومش عارف اسمه. عارف ده معناه ايه؟ معناه ايه يا فندم؟ معناه ان من سوء المعامله جايز جدا نسيتوه اسمه. قلت لنا سبعه جيني لنا سبعه سبعه عسكري. طب ما خليني نمره 2 يا جدعان. اوعى تجيب نمره 7 دي. اي نمره 7 اعمل معروف. خلاص هجيب لك حسن شحاته. ما شاء الله ما شاء الله. لومان الشرق الأوسط من القاهرة. أنا معرفة إن الله يرحمه توفى بقاله كذا سنة. أول مرة أعرف إنه مسجون عنده. إيه حكاية قهواك دي يا أخوي؟ يا فندم ده الماسورة في شارع الشبرا ضربت. نعم؟ الماسورة ضربت يا فندم. هي الماسورة لما بتضرب في شارع الشبرا بتسمع عندك وتقول قهواك وأتمنى لو أنساك. مش يا فندم الماسورة لما بتضرب يا فندم بتطلع بلالية تعمل بلالية تعمل بلالية. أي بلالية دي يعني قهواك. امشي اطلع بره شوف المسخرة اللي عندك وتعالى لي. حاضر يا فندم. ادخل. تمام يا فندم. ايه المذنب نبراوي يا فندم. هاتوا ايه نبراوي. ارفع راسك هز ايديك. 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 ارفع ما تبصليش كده مراتي حامل. انا قلت لك هات لي مين يا ولد؟ قلت لي هات لي النبراوي يا فندم. هو ده النبراوي يا ابني؟ امال ده مين يا فندم؟
ده الكلب كوكو. نمرة كام ده يا ولد؟ النمرة 7 يا فندم. كذاب. ده 7 بشرط. طب معلش. سبعة. حاضر. لأول مرة ألاقي حالة صلع نصفي. إيه يا ابني؟ ركبت الأتوبيس واتنشلت ولا إيه؟ أنا هقولك ما. ده هي بقى اللي أنت تكسودة من أولها بقى. جمعة ساعات الماء. أيوة. وأنا داخل من الجمرك. أيوة. بتوع الجمارك جمرك وشنبك خدوا نص. حد قالك تجيب شنب ملون؟ هات واحد ابيض واسود كانوا عدوك بيه. اصل بتوع الجمارك دول مفتحين ساعات البيت. يا سلام. وما حدش يعرف يفلت منهم. مش عرفك. مره واحد داخل من الجمرك بعين ازاز. جمركوا عينه الحقيقية خدوها وسابوا له الإزاز. تعال يا ابني اقعد استريح. تعال يا ابني. انزل اقعد كويس. حاضر. انت عند البيت. يا ابن اطلع اتلقى هقعد فوق. حاضر هقعد فوق. انزل اقعد على الكرسي كويس. حاضر. انت عند البيت. اسمع. اسمك وسنك وعنوانك. انت عادل بام. انت عادل بام. انا قلت لحضراتك اسمي قبل كده بقى. يا سيدي معجب بصوتك. عاجبني نبرات صوتك عايز اسمعها كمان مره. اسمك. عادل. انا اسمي النبراوي. غريبة. مش معنى المرة دي قلت اسمك على طول من غير ما تتلخبط ولا وشك يصفر ولا تتخض ولا حاجة. ساعات الوين انا هتخض ليه وانا كنت بقى سارق اسمي ولا سارق على خيرة الله. قول لي انا براو. انا براو. قول لي انا براوي. انا براوي. يا ابني ركز معايا واصحى شويه وصحصح وخليك معايا. انا قول لي انا براوي. انا براوي. انا دايما معاملتي بحب انها تتسم بالود والانسانيه ومراعاه مبادئ الادميه. انما في صنف كده ربنا خلقه ما جيش غير بالسك على نفوخه عشان يمشي كويس. قول لي انا براوي. انا براوي. قول لي انا براوي. افن ما زعلتش. بسم الله عليك. ايه دي اللي انا عايزها من الاول. تحبك ساعه اتنين تحت الحساب عشان تنطق على طول. لا زعلت. انا ما بشككش. سنك كم سنه يا ابني؟
قصدي زيادة كان اتولدت امتى؟ اتولدت امتى يا نبراوي؟ انا اتولدت يوم عيد ميلادي. كويس. ويوم عيد ميلادك كان موافق ايه؟ يوم ايه يا اخي نبراوي؟ يوم عيد ميلادي كان موافق اليوم اللي انا اتولدت فيه. احب انا النظام ده قوي يا متدلع. اتولدت انت يوم عيد ميلادي. كويس. يوم عيد ميلادك امتى؟ في اليوم اللي انت اتولدت فيه. دلعني يا زغلول. انا خليك تنطع. انا لو حضرتك تعرف زغلول؟ نعم. ايوه اعرف زغلول يا ابن عيشه. ايوه اصحى معايا. ايوه اخوي. عيد ميلادك موافق يوم ايه يا استاذ نبراوي؟ زعلت بقى انا زعلتني. انا لما اتولدت كنت طفل صغنون. انا ما سالتكش لما اتولدت كان شكلك ايه. انا بسال يوم عيد ميلادك كان موافق يوم ايه. ما تعرفش؟ لما عرفت ما سالتش الست الوالده؟ ما جاتش في الجرايد المنشط العريض وقالوا شرف الديار العربيه السيد النبراوي بطلعته البهيه؟ كان موافق يوم ايه؟ زعلت ماما قالت لي. هنبتدي نكذب من اولها. انت كان عندك ماما؟ ايوه. قالت لك ايه يا اخويا؟ ماما قالت لي ايوه ان يوم ما اتولدت ادوا للناس اجازه. لهم حق طبعا، لازم يدوا الناس اجازه خوفا من الوباء اللي وصل للبلد. يوم عيد ميلادك ما في يوم ايه؟ انت انت اه يا سعد البحر. لما انا ما عرفت. طيب ما علينا، دخلت له من هنا ازاي؟ ثم انا سعد انا خدت تاكس ودخلت من الباب بتاع النومان. يا انا قاعد اسود ومنايم. ايه؟ ايه؟ راجل السرع انت سعدت البيت. راجل السرع. راجل راحت هنا. اهدى بس شويه عشان نعرف ندور عليه. انت متاكد انك انت دخلت بيها هنا؟ أنا زعلت البيه. أنا دخلت تكون نسيتها في حتة ولا حاجة؟ لا زعلت البيه. أنا دخلت بيه أنا أطلع برجل. أنا أبويا ورحمة أبويا لما أكون ده فتشة. راجل يا سعد أنا دخل أنا باتنين رجلين وثلاث إيدين. أنا دخل يا ابني تبقى مولود مشوه. خليك معايا. أنا بقول أنت ما تكونش قعدت في حتة ونسيتها ولا حاجة؟ لا أنا أول امبارح الزرع مالي ثلاث رجلين وايد في الحتة. انت يا ابني ايه متخصص كوارع؟ انا عارفه. خليك معايا بس انا هخليك تلاقيها ما تخافش. ايوه هندور عليها سوا بهداوه. عادي شوف كده لقيتها ولا لا؟ انا لقيتها سعادة الحمد لله. خلي بالك ابن الحرام ما خلاش ابن الحلال حاجه. خلي بالك من رجلك هتروح في ابو نفي. سعادة ممنوع على ملغاس. اخرس يا سعادة البنا بغني ترافولتا. حالة توهان مع فقدان في الذاكرة مع تخلف عقلي مع إحساس بالأمومة. قول لي يا نبراوي. أنا بني أنا جاي لك. أنا لا أنت حد. أنا جاي لك معلش. أنت دخلت السجن هنا ازاي؟ انت عملت البن من سيبك من حكايه التاكسي دي وبطل كدب لان مفيش تاكسيات بتقف لحد. ايوه دخلت السجن هنا ازاي؟ انت اصل انا حبيت سعد. نعم يا اخويا؟ انا حبيت سعد البيت. لا والحقيقه انت شكلك كده ينحب. انا حبيت مين يا سيدي؟
انا حبيت بنت خالده سعاده البيت. بنت خالتك؟ ايوه انا حبيت بنت خالتك. خالتك مين؟ في حد بيحب الثياب السوداء اللي احنا فيها دلوقتي؟ خلاص بطل عيال خلاص. خلاص يا ابني خلاص. هو اللي بيحب يا ابني بيدخلوه له من؟ لما حبيت بنت خالتك سعاده البيت ما عرفتش الجوازه. ليه يا ابني؟ ليه ما انا اقول لحضرتك اسعد البيت؟ اصل ابويا كان غصب عليا يجوزني واحده تاني. كويس. قمت انا عملت ايه؟ هربت. كويس. رحت على فين؟ فين؟ على بنت خالتي. كويس. لقيت مين عندها؟ مين؟ ابن خالتي. كويس. قلت له ايه؟ ايه؟ عاوز اتجوز اختي. كويس. اما هو قال ايه؟ ايه؟ قال لا. كويس. قمت انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ انت قاعد بس طالع عملت ايه؟ مين؟ فين؟ ما تقولي حاجه علشان ما غلطتش في كلامك. انت يا ابني مش انت اللي بتسال؟ انا اعرف انت سخنت عملت ايه؟ عملت ايه؟ قتلته؟ ايوه قتلته. خلاص خلاص يا ابني. انا قتلته لازم. خلاص يا ابني خلاص. مفيش قلب حنايم بيعتب عليك. خلاص يا ابني خلاص خلاص. تعالى يا حافظ فني. ايوه. الواد ده باين عليه غلبان قوي. قوي قوي يا شعب في البيت. سالته على حكايته وحكاها لي قطع قلب الله يخرب عقله. ايوه فندم. حاجه غريبه. انت قلت له ايه؟ يا ابني احنا بتوع السيما انا طويته ما صدقوا يا سعاده البيت صدقوا ولد ابيض واللي في قلبه على لسانه. انا براوي. ايه انا براوي. ايه زعلت الروح عند رادة كلمة وعالي في كلام بقى الله بقى. بتعيط عليه قبل ما نضربه. قول لي يا انا براوي. أماني ما أزعجت البيت. إزاي حالك يا نبراوي؟ الحمد لله يا أزعجت. وإزاي صحيتك كده يا نبراوي؟ أماني ما أزعجت البيت. بتقلك ماشي كده على طول أحسن علي النعمة هلسعك قربك بتاعك الدين. عامل أزعجت البيت. بيعملوكوا إزاي هنا يا ابني؟ أزعجت البيت أنا هقولك بقى لحية. أيوه. عدلة المأمور ده راجل حمل تمام وحكم السجن تماما سعادة البيت ولازم تديله نحلة يا سعادة البيت. قصدك دبورة يعني؟ أيوه على جنب. إيه يا ابني بيعملوا معاكوا إيه بالظبط؟ يبقى سعادة البيت. أيوه. بيسبحوني بعلى. ويمسوني بعلى. وكسرين نفسنا وما عادش بيقدر يقول تلت التلاتة كام في البيت. يا سلام. صدقوا يا سعادة البيت صدقوا. ولد أبيض واللي في قلبه على لسانه. الو يا مانجا الو. ما شاء الله ما شاء الله على لومانات اخر زمن. ان شاء الله يا حافظ افندي هرفع مذكره الى الساده المسؤولين في القاهره في المصلحه اقترح فيها انشاء لومان قطاع خاص باسمك في شارع الهرم. الدخول بالمشاريب والنقطه كل ست اشهر بدل العيال العساكر ما تتعب وتقول لك سلام سلاح وكراكون سلاح لو جالك مفتش زميل زي حالاتي من المصلحه بدل ده كله يقول لك المفتش جه انا جاي اهو اغرس. فضل شوف المسخره اللي عندك بره وتعالى لي. انا شاكك في المفتش ده. فضل بره شاكك فيه. اوكي
الو يا مانجا، الو. اول مره اشوف واحد بيطلب المانجا في التلفون. لمن قطع خاص من شارع الهرم والدخول بالمشروب على كده المساجين حيقلبوها دانس بقى. ولد تعال معايا هنا. عدد الغلاء بالنسبه للاكل ايه اللي بياكلوكوا ايه؟ يبقى انا سعدت الباب. هو رغيف واحد سعدت الباب بتشوفه كل ثلاث اشهر. رغيف واحد كل ثلاث اشهر؟ ايوه سعدت الباب وحاف. حاف؟ ايوه من غير خموس يا سعدت. امال الخموس بيروح فين يا ابني؟ ما انا امشي ما انا انا عارف بيروح فين؟ بيروح في المكان اللي فيه كائنات حيه بتسرسع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب بالنسبة للنوم يا ابني ولا بينامكوش كمان؟ لا بنام ازعاج الميلة حقيقة، بس بننام ازاي بقى؟ ازاي؟ واقفين على رجلينا زي الخال كده ازعاج ما شاء الله. صدقوا يا سعادة البيت صدقوا، ولد ابيض واللي في قلبه على لسانه. انا ان شاء الله هصدقه، بس هو قال ده الي بشوية معلومات هتحرى عن مدى صحتها الاول. إذا ثبت إنها مظبوطة إن شاء الله هعملك مجلس عسكري وهضربك بالنار بإيد. ليه؟ يا مرزوق. تمام يا فندم. ابعت إشارة يا ابني المصلحة، قول لهم نظرا لحالة الفوضى والتسيب اللي موجودة في اللومان هنا، قررت إن أنا أمد زيارتي للومان أسبوع. أشوف السجن ده هيمشي مظبوط ولا لأ. يا غلط.